العشوب اللي كتلقاهم عند العطار. انا كنعقل كنت صغيره كنت مشيت مع وحده من البنات اللي كانوا عندنا في الدار عند العطار يتقداو داكشي ديال العطريه، وكنت شفت الوان شد معايا اللور في عند العطار عادي، عطار جبد المهم عطار في حي شعبي ومقببين دوك الالوان، ماشي العطريه ماشي التحمره وماشي الكامون وماشي القزبر وماشي هادي. وانا نسولها قلت لها كانت هادشي كان زعما ولا 14 يمكن، قلت لها شنو هادو؟ قالت لي كولور زوينين. قالت لي داك الزعزاع ماشي زعزاع العصير، انا كنعقل عليها مزيان. قالت لي سميتو الزعزاع. قلت لها علاش؟ قالت لي هذا باش زعزع الراجل، هادشي اللي عقلت عليه. من بعد كنتفكر بان ملي في الاحياء الشعبيه كتمشي عند الدار كتلقى جميع انواع ديال العشوب، كاينين شي حوايج اللي كيكونوا معلقين على برا شو سي ميم باسكو سي، اجي نقول لك ولابو ديال الغزاله معلقه والوزغات حيين وميتين والفكار حيين وميتين، وغير يقول لك لا داك المصنقع ديالي انا والسيمو داكشي كنهضروا على السحر والشعوذه، لا صافي بارتي دو نوتر كولتور، داكشي كاين بارتو في العالم، ولكن حنا كنهضروا اونكور اون فوا على سكي سباس كيف انا شفت وانا صغيره. حنعاود نقول لك الزعزع اون بودغ فيها الالوان، كاين الغوز وفيها الوان زوينين واحد لي كولور باستيل كيحمقوا بلو سييل فيولي غوز روش، ردوا بالكم واش غتشوفوها ولا لا. بزاف ديال العشبات كاينه العشبه عاوتاني معروفه سميتها بيض الغول اللي هي تيقولوا تفاح الجن وعشبه بيض الغول تيقولها تفاح تفاح الجن يمكن لك تجوجلي الريحه ديالها غديري بيض الغول بيض الغول واش هي نفسها تفاح الجن؟ تعيط لها بيض الغول، كل تعيط لها بيض الغول كل تعيط لها تفاح الجن، لان خصنا نتاكدوا حنايا لان حتى الحشرات ما تيقدوش ما تيدوروش عليها، حتى الحيوانات ما تياكلوهاش، وهي خطيره. الريحه ديالها للشعر للتسمين للسحر، نمشيو للسحر. الريحه ديالها الريحه السحريه والبشر كلشي كاين في جوجل داكور، دونك اللي غادي يقول لك لا وزدتو فيه لا هادشي ما كاينش جوجل. علاش العطار تيبيع فوائد بيض الغول تعالج السحر والعين يساعد على التخلص بلاتي؟ سمعت عن نوع يسمى بيض الغول ويقال بانه له تاثير عجيب في ازاله السحر الماكول ريلي هذا نا، ولكن تيديروها بيض الغول قلتي حتى لي زانسيكت ما كيدوروش عليها ما تيدروش عليها الحيوانات ما تياكلوهاش باسكو واحد العشبه خطيره، والناس تيديروها لهم تيديروها لهم في اتاي وفي الماكله، وكاين كانوا شحال هذه كاين اللي تيشربها باش زعما شويه ينشط، مي بيان سور سي انا كنشوف فيها يمكن شاد العجب ترى خطير من داخل شي حاجه في التسميم الشعبي. هي بحيث تتبنج تتبنج الواحد تبقى بحال مبنج، تعطي للراجل تبقى مبنج، كاين عشبه تتعطاهم لهم تبقى مبنجين تبقاو، كاين الشدق ديال الجمل تيعيطوا له الشدق ديال الجمل تيعطوه، الا درتي جوجلتي الشدق ديال الجمل سي هاد العشبه ديال الجمل، هي كتبت غير الشدق خرجت لي الجمل بيان سور الشدق ديال الجمل، عشبه خطيره جدا لان تيشربوا كان تيشربوا الدراري تيطبخوا يديروها في اتاي باش يشربوها باش يطلعوا بحال تتسكرهم بلا الكول، صوفكو هي مع المده تدير تتحمق الواحد الا عطيتيه بزاف المخ ديالك تتفركع. دونك هذا انواع ديال التوكل اللي كيقول لك تسمم هو هاد لي بلونت هادو داكوغ، دونك سمح لي التوكل ديال اللي كيتشرب، التوكل اللي كي الماء الميت وداك الشيء اللي كيديروه، التوكل اللي كيتكال بحال وصفات ديال الفطر الصحيه والوساخ وداك الشيء اللي كيريكولتي من الحمام اكسيتيرا، وعندنا هاد الشيء ديال الاعشاب المسممه. وتتباع في اي عطار تمشي عنده تشريها ما كاينش المشكل، كاين حتى سميتو الرهج، الرهج يقول لك سير الله تاكل الرهج. شدق الجمل والسكران واعشاب اخرى تستعملوها. السكران هو اللي تيديروا منه البنج. توقف نشاط الدماغ. هذا السكران هو اللي تيديروا به البنج، دونك ملي تتعطيه السك تتقاي راجلك تتبنجيه راجلك تيجي محيح محيح بحال صيحوح، تتعطيه لاتاي تكبي له اتاي تيبقى مبنج اليوم بعد غدا اليوم تتجي سكته قلبيه مع المده. داكشي باش بزاف حنا الناس مسكين مات الله يرحمه لان ساعتك جات ما يمكنش ماشي بحال هنا واحد تيموت يبدا يقلبوا ويديروا ويحلوا وش يديروا ويفتحوا تيقول لك صافي هذا راه ما لقينا فيه هذه. زيد راه شي سميه اخرى نتاكدوا منها. كاين بزاف ديال العشبات، الرهج مثلا، الرهج ما بقاش ممنوع في جميع الدول في المغرب تتشري في العطار. الرهج يقول لك سير الله تاكلي الرهج تاكلي الرهج تاكلي فيه الرهج تاكلي فيه السم، السم تتباع سي واحد المعدن بغيون تيوكلو الرهج سي خطير.
تتباع الرهج ما يمكتوب تاكل الرهج. ثالث كبريت الزرنيخ اس 2 اس 3 سي كاتاستروفيك. دابا شنو دابا كاين بالنعمان كاين السكتة المسكوتة كاين بزاف ديال المسكوتة كنسمعوها فكنبغيو نضحكوا بالتعاود ديال 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 الامثله الشعبيه القديمه دونك التوكل ديال الماكله زعما معمول معروف به بالنعمان. بالنعمان سي 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 الفلور شغي يديروا بان فلور بالنعمان كيصوبوا به لي تكو كوزميتيك حمراين. نو كاين شي حوايج تيديروا بحال دابا مثلا السكران تيتصوب البنج باش يبنجو الا شتي البنج تيصوبوه منه صوفكو هادو تيستعملوا في دي زوتر تروك فهمتيني تيبنجو الواحد تيبقى مبنج بالتروك اللي مبنج غدا مبنج تبقى مبنجي بحال تقول شي واحد بحالو مالو بحال الحمار غادي مالو مبوق مالو مبوق هو راه مبنج تتبنجو باسكو اما ما مبنج راه غيرجع طاغزون يا اما راه تتبنجو وهذاك اليوم على غدا اليوم على غدا تتوقع على سميتو باش شي هذا تيمرضو. حنا شوفي باغ اكزومبل في جميع البيوت المغربيه تلقاي تلقاي لو غون بير هادم هادي ما تسمعي تتمشي تطلع تيقول لك راه دائما تلقاي واحد لو غون بير دابا ميو باسكو الناس بقاو يعيشوا بلو لون على اللي كانوا شحال هادي تلقاي بحال دابا عنده 70 عام ولا 60 وتلقاه معدوم في الكورنر في لي فامي كبروا هكا شوفي هنا لا غين دونغلوتير مات شي عندها 99 اكثر 100 وزياده وكانت تنقص فوق العود لا بيان سور ما با كونتي الناس ما واكلينش التسممات مع ناس ضاربين السم على قلبهم بوندون دي زاني فهمتي دونك كاين بزاف ديال هذا انا سميتو هذا الدم ديال الحيض تيديروه حتى في الكفته دايوغ انا في المغرب انا اللحم الاحمر ما تنبغيش باسكو تيشرف مي تناكلو مره مره ولكن لو جور ديال الكفته ما بقاش نقدر ناكل الكفته حيت كاين اللي ما تيبغيش الحريره مثلا انت راجلك ما بغاش الحريره فين غادي ديري له الدم الحيض احمر تيديروها في التحميره ويديروها في الكفته فتاكلي تياكلوها في الكفته والكفته صباز طاجين ديال الكفته نعمل لا تقولي الوداع تقولي الوداع ايوا دابا شنو ايوا دابا من هذا الشيء كله سي كوا سي كوا ايوا التوكال دونك كاين بحال اللي تنقول انا دائما لا اش غندير الناس اش غيديروا دابا خاص الواحد يرد البال مع من كيعيش ايوا راه الناس هذا الشيء بارتي دو نوتر كولتور تتبغي تبغي الكولتور تبغي الكولتور بغيتي تاكل الطاجين اكثر غتاكل الكولتور ولكن ما غنبغيش نكون مع شي واحد اللي غادي يسحر لي ويكل لي شي كارثه ايوا الكارثه راه في اي بحال مثلا في الكتاب ديالي كنت كتبتها تيسيبوا فاش يديروا السحور بحال دابا اللدون كلشي في المغرب لا بيبار الناس يديروا اللدون كاين باختو الناس اللي غايقول لك شنو هو اللدون حنا ما كنعرفوش شنو هو اللدون اللدون يديروا في يوتيوب يكتبوا اللدون راه مكتوبه دونك اللدون بحال دابا تيسيبوا سميتو اللدون يا اللدون يا اللدون المهم سي لو ميم كونسيبت والما ديالو فاش يحيدوه منك بحال قلت لك ديك النهار لو سوغ ما عمرو ما تيموت دونك الما ديالك ديك لا نيجاتيفيتي ديك التوكسيك اللي محياتك اللي انت تديري عليه اللدون باش تحيديه وديك الموفيز دو ديال عباد الله ملي تتحيد خصك واحد ياخذو فين تيلوحو تيلوحو في سبع شوانط في لو رون بوين ديال سبع شوانط جو مغابيل انا في واحد في كازا كانوا الناس يقولوا هذاك الا دستي فيه تتاخذ توت لي تروك طاقه الطاقه الخايبه اللي حيدتي منك ديال تتسيب تما ولكن تيبان لك شي واحد تيقطع غادي تعرفي هنا تيقطعوا جي ووكين سو تيقطع من ديك لو تروك انت ما غاديش توجي في قلب الرون بوان في قلب الرون بوان تقطعي ولكن الناس تيقطعوا فهمتي دونك ما يمكنلكش تقولي شنو غادي ندير دابا لان هذيك بارتي تا كولتور ماشي انت راه جالسه في تايم سكوير فهمتي تايم سكوير دايزه وتتقولي فهمتي دونك سي هذا سي كوم بحال دابا البورتابل ملي غادي تكوني دابا تخرجي دابا هنا في بيفرلي هيلز ويست هوليوود راه غادي تضربي البورتابل غادا كاش غايجي يخطفوا لك قليل في السناتش عندهم من تيدير شي واحد تيدوزو في التلفازه باسكو تيلمون ما عندهمش يدوزو في التلفازه هنايا عاد ديك نهار دوزو واحد دوزو في التلفازه وتيدير مع انترفيو طيلو البورتابل باسكو سي تيلمون باسكو سي با سي ان كامان فهمتيني واحد تيديك ديك بون بانيول تيديو شي حاجه ولكن في المغرب ما تقدرش تدوزي من البورتابل واخا يكون تيدي 100 درهم فهمتي انا تنعرف واحد الدري صاحبي كان تيدير الماركتين كانوا تيعيطوا له طول الوقت في التليفون تيعيطوا له مشى له الايفون الاول النهار الثاني مشى للدب غلف شرا هذاك ديال 100 درهم نوكيا وحنا ندايز طيروا له دازوا بالموتور شويه حطوا له في الطوموبيل قالوا اه جيت هزو الاول ميم با فهمتي دونك سي تتادابتي الواحد هو اللي تادابتا انا ديما تنقول لك تقول تادابتي للسحر والشعر هذا نو تقولي بحال دابا لو ماروك انا جادوغ لي دو بيي فهمتيني مالغري كو لي جون تيقولوا لي بغاو يقولوا سي با سي با المغرب يقولوا اللي يقولوا اللي يقولوا انا قلت لك الاراء ديال الناس ما تهمنيش مي انا تناخذ من المغرب يعطيه اه حيت لا فيغيتي جو لو سون زعما جو لو دي
انا تنبغي الامريكان وتنبغي المغرب. المغرب كان شي حوايج اللي عاوتاني عندنا سامباتيك اللي ما كاينش هنا في الامريكان، فهمتيني؟ باغ اكزومبل جو سي با، انا اخر مره كنت في المغرب مشيت للحمام، جادور الحمام، ديك لومبيونس ديال الحمام، وبغيت نمشي للحمام الشعبي. بون الا تي ان بو ماشي الشعبي 100% باسكو دابا دايرين لك هذوك ديال 100 درهم هذا، مي كوميم سا ريست، الناس تيهضروا تيضحكوا، فهمتي؟ سي سامباتيك، سي لومبيونس كما تلقايهاش هنايا، فهمتي؟ دونك هنايا غتمشي للكوريان تاون. الكوريان تاون بزاف الغرب ما تيبغيوش يمشيو، لان خصك تكون عريانه كامله، ما كاينش شحال واحد تيبغي يمشي. واحد الدراري صحابي دوباهم كان اون فيزيت، دخلوا تما خرجت جري، قال لهم لا ما بغاش يتعرى لهم. عمري ما تلاقيت مع شي مغربيه في كوريان، باقي اللي كيمشيو حيت كانوا ما كيبغيوش، ما تيبغيوش يتعراو كاملين. دونك فهمتي، كاين حوايج الواحد هو اللي ياخذ لو ماس ويتادابتا، فهم؟ دونك حنا نعاود نقول لك راه اون بو با سادابتي لون ديستركسيون ماسيف، اون ديستركسيون اللي غتضيع لك حياتك وعمرك. Tu ne peux pas t'adapter, tu t'adaptes à une forme de solution de prévention. C'est-à-dire, les bniyat, les ouled, les enfants, 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 كتبالك انا راه كنبريبار، ولكن تنظن ان جميع العيالات المغربيه تيقولوا لولادهم فاش تكون غادا تقول فيها اتونسيون ما تاكليش عند هذا. ديزولي تواصلوا معايا بزاف العيالات، قال لك مني يقراو الكتاب ولا مني بداو كيسمعوا لهادشي اللي كنهضر عليه انا وياك، قال لك عمرهم ما قالوا هادشي لولادهم حيت عايشين في واحد لونفيرونمون بعيد على هادشي، الوغ كو ممكن تكون غير لا فام دو ميناج حتى هي قلبها ميت وما كتخافش الله، ال بو ديتروير. انا عندي صاحبتي كانت عايشه في امريكان ودابا عايشه في المغرب، وهي تدي من غون فامي وعايشه مي فريمون في الكوكب ديالها، بناتها في الامريكان سكول، عايشه بقات دايره لو ميم لايف ستايل تما، تتعرف من الناس مع متعاشر تتعاش مع شرايين الناس اللي كبروا معاها وديك الشيء. واحد النهار لقات السحور عندها في الدار. يلا منين لقات الفام دو ميناج، والفام دو ميناج النونو ديالها صافي كبرات معاها، كان كورونا وولدها جلس من الخدمه، دونك دارت لها واحد السحور ماشي سي با مال، دارتو لها باش تزيدها في الصالير، باش تزيد تبغيها وتزيدها في الصالير باش تعطي لولدها. دونك فاش افرونتاتها السيده ما دارتش ان تروك دو مال، مشات دير لها محبه في لو تروك وحطاتو لها في الحوايج باش تزيد تبغيها بلوس فا كومبخوندر وتزيد تزيدها فهمتيني. الوغ اون بارلون دو سا، السيده صديقتي عائله محترمه جدا وما عندهم حتى علاقه بهذا الموضوع، عندها اختها كتحفظ بزاف ودوزات واحد لا بيريود كما ديال لا بريباراسيون ديال لي زيكزامان ما كتنعش بالليل. لا فام دو ميناج من ديتها لراسها بقات فيها البنت، بقات فيها البنت ومشات دارت ليها شي خدمه باش تولي تنعس بالليل وترتاح. البنت نهار كله هي كتفوه، نهار كله هي موالفه كتشرب قهوه بالليل وكتبقى تبريباري، كتبغي تبريباري عينها كيبداو يكمعوا. كنقول لك هاد السيده اللي عاودت لي هادشي راه ما عندهم حتى علاقه بهذا الموضوع، ما كيعرفوا حتى سميت الاسياد اللي عندنا في المغرب وهادشي ديال الفقهاء وداك الشيء ديال سميتو، ما كيفهموش هذا الموضوع. البنت تدور وتكمع، البنت عينها كيتلصق وكتشرب اطر ديال القهوه ما كتقدرش تحل عينيها، وزعما بغات هذاك لا فام دو ميناج تبين لما بان راه شتي هالخدمه. مشات قالت لها، قالت لها واش شتي راه مشيت صوبت لها عند سي فلان فلان هي ولات تنعس. قالت لها جيتي اش درتي للبنت؟ قالت لها لا راه كتبقى في الليل كله وهي فايقه ومسكينه وجهها صفار والدرك على راسها وبقات فيا، مشيت صوبت لها باش ترتاح. ما شاورت مع حد، ما سولت حد، ما سميتو، قالت غير باش زعما هادشي معمول به. سي زعما ماشي شي حاجه هادي لي جون اللي تيهضروا تيقول لك نو، هادشي معمول به وكاين، ومشيو على الطرف راس الدرب. ما راه شي ساكنه قلت لك في بيفرلي جوستومون، سيروا للمستنقعات ديالكم نتوما، كل وحده فيكم اللي كتقول لكم هذا هو المستنقع ديالي انا وسيمو، سيروا المستنقع ديالكم نتوما، سيروا لونفيرونمون ديالكم نتوما، شوفوا العطار ديال دربكم اش عنده، وشوفوا الدروبه ديال فين كتسكن جداك امك خالتك، شوف شحال كاينين ديال الشوافات. وما كاينش درب ما كاينش فيه الشوافات ولا شي صحاره ولا عطار ولا فطار. هذوك باغيين يتحطوا معنا، داك الشيء في دركم وراه خليتو لهم. انا ديك الدرب انا بدا خليتو لهم يطيروا فيه ينقزوا فيه، خليتو لهم. زعما انا جيت 10000 مايلز فواحد البلاصه ساكنه سميتها ويست هوليوود اللي حتى الامريكان تيبغيو يجيو لها، دونك انا خليت لهم ديك الدرب. شوفوا عاد هذوك هوليوود كلها هومليس وكلها هادي، المهم والهومليس تقدر عليهم هنايا تسكو هنايا الهومليس داروا لهم 17 هما باغيين يكونوا هما باغيين يبقاو هومليس، عندهم كل شيء فابور. دابا الناس اللي هنا في كاليفورنيا اللي في كاليفورنيا ما فهمتش 17 بليون دو دولار اللي تيتخلصوا على الهومليس. ميرسي بوكو، عندهم كل شيء هما لي هومليس اللي كاينين هنا، من غير ان ديفو الظروف كيكونوا حاكمين عليهم بزاف، هما اللي كيكونوا اختاروا انهم يعيشوا هومليس واكلين شاربين فابور وما تيخلصوش لي تاكس. دونك خصك يهضروا على شي حاجه اللي هما عارفينها. وباش نرجعوا للكتاب، انا الواحد حتى تيقرا الكتاب ديالي
عاد تناقش معاه لان خصك تقرا الكتاب. الناس يتحابوا مع ان كتاب نيجاتيف سي با دي تو نيجاتيف في دي تروك على هذا اون بليس نهضر على الفنانات وعالم الفن اللي هما الفنانات خصهم يكونوا الفعات فهمتي لان ملي تيقول لك واحد الفن تيقول لك الفن المكايد راه ما دابا خرجت فاش كانت النسبه تسونامي كتبوا الفن المليء بالمكائد والمصائب واللي سميتو ودير فيا ضرب فيك ضرب فيا ضرب فيك فهمتيني دونك هادشي انا تنهضر على واحد الفئه اللي انا دابا خصو باش هذوك المنافقين يعرفوا راسهم فين غاديين واش هما مغاربه متدينين تيقول لك اعوذ بالله قال الله وقال رسوله ولا جاي يدخل تيقول قال الله وقال رسوله يقول لك نو قلتي شوه اتباع انا تشوه بوحده ما تتقولش قال الله وقال رسوله فنانه اشدك انت الفن خليك في سطو العباده ما كاينش ما كاينش انا تنهضر على الفاكت انا ما بغيتش نذكر سميت باغتو تنقول تنهضر على لاكت اللي وقع تنهضرش على انسانه راه 10000 منها كاينين فهمتيني دونك راه حنا في دبي عندنا 4000 مغربيه مجوجه 4000 مغربيه مجوجه 4000 شيخ سي لو بلو غران بورسونتاج فهمتي دونك ملي غايجي يقول لك المغربيات افريوير وراه المغربيات افريوير 4000 شيخ مجوج مغربيه راه ما مجوجينش وحدان ملي تيقول لك الناس تقول لك نو سير هضر على لبنان العاهره تنقول له نو حنا ماشي ما تنقولش انا ما غنهضرش على لبنان باسكو عندهم لبناني عندهم الناس ديالهم ولكن في لبنان انا مشيت وخدمت في البي سي وكنت تنعرف لبنان شنو هي تنعرف بيروت تنعرف الاشرفيه تنعرف بيروت داون تاون بيروت فيها 4 المليون ديال الناس سافودي 4 المليون ديال الناس لا بوبولاسيون ديال لبنان كامله فيها البنات والولاد هذيك 4 المليون الا خرجوا منها البنات ومشاو لدبي العاهرات شحال غيكونوا كاع في ديك 4 المليون حنا بين 40 المليون سافودي حنا ديك البنات اللي خرجوا من انهم مشاو دي فوا لو نومبر ديال ديك ليبانيز سي بور سا كو سا في دو نو تيقول لك المغربيات بروستيتويه في المويايون باسكو عندنا بوكو د مغربيات لو نومبر اي بلو الفي اونكور اون فوا لا نعمم حيت كاينين بنات خدامين في ملتي ناسيونال كاين بنات خدامين في لي مول كيتقاتلوا مع الوقت كاين بنات مجوجين تماك بالدراري مغاربه ورا سي جوستو داكشي اللي تنقول نعرفكم ما تبقاوش ماشي حيت هضرنا على ديكا كو كنهضروا على توليكا يعني خاصكم تطلعوا شويه وتحلوا شويه عقلكم وما تلصقوش لو ديسكور ديالنا شي حوايج اللي حنا ما قاصدينش ما تكملوش من راسكم جو بونس سي مو كو وضحنا بعدا شويه الواحد يعرف راسو اش كيدير الواحد ملي يكون كيسمع شي هضره غريبه حداه يعرف الهضره فين غاده ردوا بالكم فات اتونسيون لو فلو كوتيديان ديالكم فيقوا وليداتكم معاكم خوتكم الى قلبكم ولا احساسكم عطاكم شي الارم شي غاد فلاغ عرفوا بان راه كاين ان غاد فلاغ ما تبقاوش تقولوا لا راه غير حيتاش يمكن سمعنا الانترفيو ديال سيمو مايا لا يمكن حيتاش داك البودكاست انا تنويت لا الا تنويتي و الا حسيتي بشي حاجه في قلبك عرفي راه كاينه شي حاجه وندوزو للسويت.